عودناكم برنامجكم لرياضة النصيب، نتناولوا من خلاله قضايا الرياضة والرياضيين. إذن خليكم مع أولى فقرات برنامجكم لرياضة النصيب، فقرة ضيف الحلقة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في فقرة ضيف الحلقة. ضيفنا النهار اليوم لاعب كبير ذو يسرى ساحرة. أكيد أننا نفتقر هنا في المغرب للاعبين يعني يجدون لاعب بالرجل اليسرى. أكيد أنه يعني لاعب ترعرع في لعب مع فريق أولمبيك خريبكا، جاور أيضا فريق الرجاء البيضاوي، احترف أيضا خارج أرض الوطن، وكانت عنده واحد المسيرة طويلة مع المنتخب الوطني الكبار. أيضا اللاعب ديالنا يعني معروف بسجيله الأهداف، هو مدافع يعني مدافع أيسر، ولكن يتقن أيضا التسجيل من خلال تسديده أيضا بالرأس. اللاعب ديالنا هو لاعب كبير، أعطى الشيء الكثير لكرة القدم المغربية والفرق جميعها يعني اللي جاورها يعني لا داخل أرض وطن لا خارجه. معنا اللاعب هشام المحدوفي. سي هشام مرحبا بك. الله يبارك فيكم، مرحبا بكم عندي. سي هشام يعني استضفتينا وجينا لعندك اليوم، نبغيو نتحدثوا يعني على المسيره ديال سي هشام المحدوفي. امتى بدات المسيره؟ بدات في 1997 بالضبط. نعم. الوقت اللي قروا شي ناس من البلاصه اللي كبرت فيها انا وهي اللي هي حطان. نعم. بالمناسبه كنسلم عليهم كاملين. قروا مجموعه ديال الاصدقاء ديالي اننا نمشيو نديروا تيست في فريق اولمبيك خريبكا. نعم. مع العلم انه ما كانش عندي واحد النيه مسبقه باش نمشي معاهم، ولكن هما جاوا عندي. وغريب من غريب الصدف بانه من هذيك المجموعه كلها يمكن بقيت انا واحد صديق واحد اخر من هذوك. نعم. من هذوك الصحابي اللي كان ما كنتيش باغي تلعب الكره، مش كنتيش باغي تمشي تلعب الكره، ولكن غير داك البلاص في هذيك الوقيته ما كانش على بالي كاع. سبحان الله، يعني الصدف هي اللي جابتك انك تلعب. ومن مشينا درنا البلاص في كاع لي كاتيجوري. انا كنت ديك الساعه مينيم. نعم. وكانوا صحابي اللي داروا كادو، كانوا صحابي اللي داروا جونيور. نعم. وتقبلت انا وواحد صديق ديالي مينيم. نعم. هذه من غريب الصدف اللي وقعت لي في حياتي. نعم. وهذا الشيء كان في 1997 في لا سيزون 1997 1998. نعم. يعني جاورتي لعبتي في الاقسام كل هذه الفريق اولمبيك خريبكا. بديت من المينيم. نعم. حتى طلعتي يعني الفريق الكبير. الفريق الاول. نعم. التجربه ديالك خصوصا في الفريق الاول، كيفاش كانت ديك الطفره النوعيه؟ يعني عرفنا انه في واحد السنوات بان هشام المحدوفي ظاهر ايسر كيسجل كيعطي تمريرات حاسمه، مدافع شرس. تحدثنا على هذه الفتره هذه. باش نبدا لك من البدايات. نعم. انا ما كنتش ظاهر ايسر اصلا. نعم. وفي الدوريات ديال الاحياء كنت كنلعب انتر غوش، يعني ميليو اوفونسيف. نعم. والوقيته اللي كنت مشيت باش ندوز تيست مع اليمينيين ديال اولمبيك خريبكا، على اساس انني نكون في هذاك المركز. ما كانش. نعم. في لو بوست ديال ظاهر ايسر ما كانش عندي في بالي اصلا. نعم. ولكن ملي مشينا للتيست كان عبد الكريم غافي وكان رشيد المصري. نعم. دو زون كادر اللي كاين في اولمبيك خريبكا. نعم. وبداو يقلبوا على اللي عندهم لي كونغوشي. نعم. فهذيك الوقيته انا من الناس اللي هزيت يدي على اساس انني انا غوشي. نعم. فهذيك الوقيته عبد الكريم غافي قال لي انت غوشي غتجلس غتلعب ارير غوش. نعم. تما بدات المسيره، حتى يعني كل شيء كان من غير الصدف ان الله سبحانه وتعالى هو اللي. نعم. هو اللي قدر لي هذا الشيء كامل. نعم. لا انني نجي لوسيكا ولا انني نلعب ارير غوش. نعم. ما كانش عندي النيه باش نجي لوسيكا في هذيك الوقيته، وما كانش عندي النيه اني نلعب على الكوش. نعم. هادشي اللي كتب علي الله، ولكن في على الكوش يعني مينيم كادي جونيور تعلمتها مزيان ومشيت المسيره بخير وعلى خير، واخا كانوا بزاف ديال الصعوبات في هذاك لاج ديال 14 عام، وما كنتش ساكن في مدينه خريبكا. نعم. كنت في واحد من واحد اولمبيك خريبكا. نعم. من واحد مدينه خريبكا عفوا. تقريبا 17 كيلومتر اللي كندير، يعني لا نافيت 17 كيلومتر وروتو 17 كيلومتر زائد دراسه. نعم. يعني كانوا صعوبات كثيره، ولكن تحملت وكان عندي الحب ديال الكره في ديك الوقيته. نعم. ما كانش عندي كاع الهاجس انني نلعب في الفريق الاول ولا نمشي للشهره ولا المنتخب الوطني ولا حتى شي حاجه. نعم. الا انني كنت كنبغي الكره من الصغر ديالي. صبرت في هذا الدومين وبقيت
واللي كان كيزيد يصبرني هو انني في كاع لي كاتيجوريكس كنلعب ديما رسمي. نعم. من الحوايج اللي صبروني باش نبقى الامتيازات الرسميه في جميع الفئات من ديبار الحمد لله. يعني دليل على الموهبه ديال السي هشام. الحمد لله هذه الموهبه عطانا الله سبحانه وتعالى كنشكره عليها. نعم. تحدثتي لي على نقطه ديال الدراسه، يعني السي هشام واش واصل الدراسه ديالو بموازاه كره القدم، خصوصا ملي كنت حتو على اللعب في الفريق الاول، كيفاش كانت الامور بالنسبه للكاتيجوري المينيم كادو جونيور؟ كانت الامور بسيطه نوعا ما، بانك توازي ما بين الدراسه واللعب. واستطعت في هذه المده كلها، يعني درت مينيم كادو جونيور، كل كاتيجوري درت فيها معاه. نعم. ولكن في ليزيسبوار جلست 3 سنين تما، فين كان عندي شويه الصعوبات. نعم. وفي اخر عام من ليسبوار كان ديجا خديت الباك ديالي في علوم تجريبيه. نعم. ولكن ديك الوقيته اللي ما كانتش الجامعه في مدينه خريبكا باش نقدر نوازي ما بين اللاعب وما بين الدراسه، ما قدرتش. واخا تسجلت في لافاك في سطات. نعم. ولكن ما كنتش كنحضر وما قدرتش نقرا البروجي اللي درت. نعم. وفي ديك الوقيته قررت انني نختار اما هذه ولا هذه باش نركز على حاجه واحده. نعم. وكان الاختيار صعب بالفهم. ولكن اللي اختاريت الكره ربي الحمد لله وفقني. نعم. ويعني كل ما قدر الله ما مشيتش في الكره كنت يمكن نضيع بجوج لا كره لا دراسه. نعم. ولكن الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى ووقوف ديال الوالديه في جنبي وخوتي في هذيك البيريود عاوني بزاف باش نكون هشام محذوفي ديال من بعد. نعم الحمد لله. نعم السي هشام كنعرفوا باللي في واحد الفتره السي هشام محذوفي وصل في العطاء ديالو المرحلة الذروه، خصوصا مع فريق اولمبيك خريبكا، يعني اهداف اللي كانت حاسمه، خصوصا كنتذكر انا شخصيا يعني اهداف ضد فريق الوداد البيضاوي ضد فريق جيس الملكي اللي عجلت بالرحيل ديالك او بالانتقال ديالك، خلقتي واحد الضجه كبيره بعدا في المغرب كنظن في سنه 2008 الى ما خانتنيش الذاكره، خصوصا في ظل ذاك الصراع اللي كان ما بين قطبين ديال كره القدم المغربيه الرجاء والوداد على السي هشام محذوفي. تحدثنا على هذه الفتره هذه. قبل هذا البيريود يعني الانسان ملي ما كيوصل لواحد كيف قلتي انت القمه. نعم. الا راه كاين السفح بالفعل. وفي هذوك لي كاتيجوري يعني راني خدمت. نعم. مع الزملاء ديالي ومع لي زونكادر اللي كانوا معنا وكنشكرهم كاملين، بالمناسبه كنتمنى الشفاء العاجل لعبد الرحيم حرشي. نعم. اللي في حاله يرجع لها بالنسبه للصحه ديالو. نعم. وبالاضافه لمجموعه ديال المؤطرين اللي خدموا معنا زعما خدمه مزيانه باش قدرت نكون في المستوى في لي سينيور. نعم. في لي سينيور بديت في 2003، يعني ما بين 2003 حتى 2007 فين كنت في القمه، يعني واخا ما طلبش سنوات كثير، يعني اربع سنوات، ولكن راه في كل عام كان هشام محذوفي كيسجل تقريبا 5 6 اهداف ولكن بدون نجوميه، حتى واحد ما كان كيعرفني. نعم. حتى 2007 واللي زاد عاوني هو المنافس عليا للمنتخب الوطني. من بعد منه جاو دوك الاهداف اللي اول حاجه هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا كانت الخدمه، وبصح كنا كنشتغلوا بطريقه مزيانه مع مصطفى مبيح ومع محمد القصير، كنا كنشتغلوا وكانت عندنا مجموعه قويه. نعم. ولولا الزملاء ديالي لا من حراسة المرمى حمزة بوذلال حتى جواد أقدار الله يرحمه، كاع اللاعبين مرصادي ورعب بقلاوي تريكي سمير فلاح بوزيار أنزيل كانوا واحد الجيل اللي ممتاز، يعني في أي وقيتة تطلب الكرة في أي بلاصة كاع اللاعبين يقدروا يوصلوا لك، وهذا الشيء اللي خلاني أني أنا نكون ديما محط الأنظار ونكون ذاك ليلمو سيربريز اللي كنجي ديما من اللور وكتسجل الاهداف لا انا لا محمد مرصاوي على حساب الطريقه باش كنا كنلعبوا. وفي الاخير راه كيبقى توفيق مع الله سبحانه وتعالى. سي هشام محذوفي زورتي المنتخب الوطني، يعني تحدثنا على هذه الفتره هذه ديال اللاعب ديالك في المنتخب الوطني. وبالنسبه للمنتخب الوطني حتى هو جا كيف ما البدايه ديالي مع كره القدم كيف ما الصعود ديالي للفريق الاول، كلشي جاني صدفة وتوفيق مع الله سبحانه وتعالى. يعني ما حتى المنتخب الوطني ما كانش على بالي اصلا اول منافس عليا في المنتخب الوطني يكون المنتخب الوطني الاول. نعم. يعني كاع الفئة ديال المنتخب الوطني ما عمرت نادى عليا الا مرة واحدة مع المنتخب الاولمبي في دي تيست اللي كان مصطفى مديح فيهم، ولكن ما كانش كونسونتراسيون اللي من وراها كاين شي ماتش اوفيسيال. نعم. المرة الوحيدة، أما من أول مرة يعيطوا لك المنتخب الأول
والاسماء اللي كانوا في ديك الساعه اللي كيوجدوا الكاس افريقيا 2006 مع العميد النيد مع الشماخ مع حجي مع يوسف شيبو مع السفري مع قادوري مع جرمولي مع نيار يعني اسماء اللي كانت وازنه ورمانه يعني انا والله بادي نمشي مع ذوك الاسماء كانت مفاجاه بالنسبه لي ولكن يعني محمد فاخر تاق في القدرات ديالي وشاب انا اللي نقدر نكون واخا كانوا الناس يقولوا بالله راه ما يقدرش يواكب داك الريسم ديال المنتخب الوطني ولكن انا بينت العكس واستطعت نفرض الاسم ديالي مع المنتخب الوطني ولولا الاصابات اللي كانت متكرره ما كنت نبقى مع المنتخب الوطني مده اطول ولكن الحمد لله. نعم يعني السي هشام المحذوفي علاش اللاعب ديال البطوله الوطنيه او اللاعب المحلي ما كنتيقوش فيه يعني تحدثتي انك انت تكتم المنادات عليك علما انه يعني كنا كنفتقروا لظهير ايسر يعني هذه مساله اللي هي مفروغ منها كنفتقروا لظهير ايسر اللي بمواصفات عالميه اللي قدر انه يوازي او يواكب ما بين الادوار الدفاعيه والهجوميه في نفس الوقت. انت الحمد لله يعني كان عندك هذه الموهبه وكنتي كتبين هادشي مع الفريق ديالك اللي هو فريق اولمبيك خريبكا ولكن كانت هناك بعض الاصوات اللي كتحاول انها تمنع اللاعب المحلي من انه يوصل للمنتخب. علاش؟ واش غادي نقول لك ما عنديش علم بهذه القضيه غير انا كنت كناخذ اصداء بحالي بحال كاع الناس بانه محذوفي ما يقدرش يلعب بانه اللاعب بطولات تيكون ناقص ماشي بحال لاعب محترف. ومن واحد الناحيه عندهم الحق لانه لاعب بطوله بالطريقه التكوين ديالو بالليجين دو في ديالو ماشي يكونش بحال لاعب محترف ولكن الكره بينات العكس في مجموعه ديال الحالات منهم الحاله ديالي الحمد لله. يعني لا فورماسيون اللي كانت دات لي في مع اولمبيك خريبكا ما كانتش شي فورماسيون اللي كبيره وما تخسرش فيها فلوس كثار انما الموهبه والعمل وداك الصمود داك الاصرار انك توصل لواحد الهدف هو اللي خلانا نوصل لذاك المستوى بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالمعاونه ديال بزاف ديال الناس اللي ساعدوني المجال باش نذكرهم كاملين. يعني قلت لك حالات بزاف بينوا على انه ماشي غير لاعب محترف هو اللي في المستوى راه كانوا حتى لاعبين محليين ودابا دابا وانا كنشوفوا ان جون اللي هو اسماعيل حداد من الوليد البيضاوي يعني في ظرف وجيز راه تيبين بانه راه قدر يكون مع المنتخب الوطني وماشي غير هو راه بزاف ديال اللعابه اللي قدروا يكونوا مع المنتخب الوطني خاصنا غير نثقوا فيهم. وبالنسبه لي انا كانوا الناس ما تيقنش فيا ولكن مع المقابلات بينت على انني نقدر نكون مع المنتخب الوطني والمستوى اللي قدمت في مجموعه ديال المقابلات للوديه الرسميه بينت العكس واستطعت انني نمشي للاحتراف. نعم سي هشام المحذوفي يعني نوصل معاك للنقطه الاخيره او الضجه التي ثارت مؤخرا يعني وانت تحدثتي ايضا على لعنه الاصابات التي طاردت هشام المحذوفي. هذه الاصابات سبت يعني لهشام المحذوفي في الجلوس يعني او في الابتعاد على الميادين لعده مباريات والوقت طويل. مؤخرا شفنا هشام المحذوفي في واحد الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيتحدث وكيتهم بعض الاشخاص يعني اللي ربما تسبوا ليه في الاصابه وفي طوال يعني اولا في استمراريه ديال هذه الاصابه وايضا تحرم من المستحقات الماديه ديالو. يعني تحدثنا على هذه المساله هذه لك المجال سي هشام المحذوفي انك تحدثنا. وبالنسبه للاعطاب هذه راه داخله في كره القدم وداخله في كاع الرياضات يعني اي لاعب ولا اي رياضي راه يقدر يتصاب انما ملي كيكون اصابات متكرره هنا كترى اكثر من علامه استفهام مثلا نقدر نرجعوا لا فورماسيون ديال اللاعب في البطوله المغربيه. لا فورماسيون ما كتكونش بواحد الطريقه معقوله واحد الطريقه يعني علميه. نعم. يعني الى بغيت نهضر على راسي يمكن ما درتش كاع لا ميسكولاسيون انا في كاع لي كاتيغوري. نعم. حتى طلعت سينيور ودرتها انا بمفردي ماشي زعما المصاريف الخاصه كنقابل ندير ميسكولاسيون بوحدي. نعم. لا انا لا صحابي. نعم. يعني ما كانش واحد المواكبه ديال الفريق بانه نبقاو نخدموا لا ميسكولاسيون هذا غير كمثال حيت لا ميسكولاسيون مهمه بالنسبه باش تفادى لي بليسيور. وانا في فريق اولمبيك خريبكا كنت كنتعرض لي بليسيور انما حيت انا ولد الفريق وهذه كانوا الناس كيصبروا عليا لا مسؤولين لا الجمهور كيصبروا عليا حتى كناخذ الوقت ديالي وكنتشافى وتنرجع. فعلى العكس من ذلك في فريق رجاء البيضاوي جاي واحد الاسم كبير جاي واحد النجم يعني خاصو يلعب اكبر عدد من المقابلات. نعم. من الاسباب المباشره باش انا نتقصح بزاف في فريق رجاء البيضاوي هو لا بريباراسيون اللي ما درتهاش معاهم وهذه مساله الناس التقنيين كيعرفوها
انا جيت معطل بواحد دو موا ودخلت ديريكتومون لي ماتش، وهذيك باش تدخل مباشره للمقابلات تيكون صعيب واحد شويه باش تكون في المستوى ديالك. هذه من الحوايج المهمه اللي الناس ما تعرفوهاش. لا بريباراسيون فيزيك اللي درت انايا مع ليكيب ديال الرجاء البيضاوي كانت من الاسباب المباشره باش تقصح بزاف. وتقصحت حتى لا بليسور اللي كانت في الركبه واللي كانت اللي كان هي اللي كانت تقريبا ديفيات ليا المسار الكروي ديالي بواحد النسبه كبيره. انما هو حتى لا بليسور اللي وقعت ليا في الركبه وجلست عليها تقريبا واحد عام وعام وشهرين ما كنلعبش الكره، راه كانت اصابه اللي عاديه. لولا التشخيص الطبي ديال الدكتور العرسي اللي كان تشخيص خاطئ، ما عرفتش عن عمد ولا عن غير عمد. المهم راه كان تشخيص طبي اللي خاطئ، واللي ثبت انه التشخيص الطبي خاطئ هو ملي مشيت لفرنسا. يعني داروا لي الفحوصات الطبيه وطلبوا لي هل عندك ولا عندك، عطاني معلومات اللي ما عمر شي واحد هنا في المغرب قال لي هل كاين ولا كاين، وراه خاصك دير عمليه. والعمليه كدار في المغرب، ولو كان تشخيص معقول وتشخيص انساني دار ليا كنا هادشي ما نوصلوش ليه. صفر الله العظيم، هادشي ديال كون انا شخصيا ما كنبغيش. هادشي اللي قدر الله ما شاء فعل. غير انسانيا الى تذكر الجمهور المغربي خصوصا الرجاوي، كان العرسي براسو لعب على سبيل الدعابه. لعب ماتش مع اصحابه وتقطع عليه الطوندون داشيل، مشى ديريكتو من البلوك، ما كايناش سير بلاس قالوا لي دخل البلوك دار لوبيراسيون. وكيفاش انت كتحس براسك والالم كتحس بهم، وملي تقصح واحد اللاعب وما تحسش بالالم ديالو، ما تحسش به وما تقولوش راه اللي عندك ولا عندك، خاصك دير اوبيراسيون باش ترجع في اسرع وقت. هنا فين ديفيا المسار الكروي ديالي، لانه كون كان تشخيص طبي في المستوى وقالوا لي خاصك دير عمليه، ودرت عمليه كنت يمكن دو موا تروا موا نرجع نلعب العام الثاني ديالي اللي عندي في الكونترا من وقوع كاع هاد المشاكل. بالاضافه لهذا الشيء كامل هو انهم كانوا كيدقوا لي براوات اللي ما كنتش عارف انايا. الناس فهموا غلط، ماشي ما كنتش عارف انا راهم كيدبوا لي برا، لا عارف انا كيدبوا لي برا، ولكن ملي كنستفسر على لو برودوي تيقولك سيت اونتي انفلاماتواغ. ملي تيقولك اونتي انفلاماتواغ صافي كتسكت، راه مؤديات، راه ما عندهاش دي سي كاين اللي غادي يضرك في صحتك من بعد. هنا فين الامور، انا ما بغيتش الناس ديال الرجاء ما بقاوش عندي في قلبي صراحه، خصوصا هاد الناس، لا العرسي لا فاخر اللي ضغط عليه حيت كانت مقابله الديربي، لا الناس ديال المكتب المسير اللي من بعد ما تفاهموش هاد المسائل. يعني كانوا شي حوايج اللي اي لاعب كيف ما بغى يكون المستوى ديالو راه يبقى في المستوى بليسيور بحال هادي. والخطير من الاخطر من هذا على حساب التصريح ديال على حساب واحد الكونسلطاسيون كندرسها عند الدكتور هيفتي بصيفتي، انا كنت لاعب ديال المنتخب الوطني. قال لي لو كان هذاك البرودوي شد لك مزيان في الانارسياتيك، لانه البرودوي دقوا لي في الاتخاج ديال الانارسياتيك في الركبه. يعني كون شد لي البرودوي مزيان في الانارسياتيك كان غادي يولي بحال السباغيتي ملي كطيبها. يعني هذاك الانارسياتيك يعني غتولي نجر رجلي مع الارض، نولي معاق بصريح العباره. وهذه الامور اللي كنحمد الله وكنشكره عليها اللي ما وقعتش ليا. ولكن كيف ما كان الحال انا تكونسونطريت على رجلي وجريت ودرت كاع داك الشيء اللي خاصو يدار باش نبرا، والحمد لله جاب الله تيسير. ولكن ضيعت عام من مسائل الكروي، وملي كتجلس عام وتبغي ترجع للممارسه تيكون صعيب وصعيب بزاف. من وراها مشيت للدفاع الحسني الجديدي وما استطعتش نفرض راسي كاين اسباب اخرى، ولكن حتى لا بليسيو ديالي لعبها في الدور ديالها. يعني هشام المحذوفي كلاعب يعني عطى الشيء لكثير كرة القدم الوطنية، لعب مع المنتخب الوطني قبل البلاء الحسن. النهاية ديالو كيف جميع الحالات، يعني ما كنتمناوش انها تكون بهذه الطريقة، ويكون جالس امام الكاميرا وتحدث بهذه الطريقة يعني على فريق اللي ربما فريق مرجعي في المغرب وفي كرة القدم المغربية. هشام المحذوفي، نخلي لك كلمة توجهها للجماهير، خصوصا الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي ربما ما مسؤولينش بشكل او باخر على هذا الشيء اللي طرا. يعني هذه كتبقى اخطاء او خلافات اللي ما بين هشام المحذوفي والطاقم الطبي المكتب المسير المدرب، اللي الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي يقدر يفهمها بشكل خاطئ. شنو غتقول لجمهور الرجاوي؟
زيد واحد النقطه اللي نعم. اللي نسيتها بالنسبه للو كونطرا، انا ملي كان طالع البليسيور ديالي ولا شي وقع لي في الرجاء ما عندوش علاقه بالكونطرا. الكونطرا انا عندي واضحه، واللي كنطالب به هو انا نتخلص في الكونطرا، المستحقه ديالي في الكونطرا، والكونطرا اللي واضحه واللي شافوها خبراء في القانون وقالوا لي خاصك تخلص في الكونطرا. كيفاش من غير المعقول انك ما تخلصش في الكونطرا؟ لكن واش السيشه ما طرقش باب المحاكم؟ لا، يعني كاين ناس مختصين. مشيت لافيديغاسيون تم الاصاب ديالي ومشيت للمحكمه اللي حكمت بعدم الاختصاص، وهذا الشيء على حساب المحامي ديالي تيقول بانه ما كاينش. يعني راه انا داخل في القانون ديال الشغل ديال الاجير مع المشغل ديالو، وما عرفتش انا حنا مازال في الاستئناف، ولكن كنتمنى القضاء يراجع الاوراق ديالي، ونتمنى من الناس اللي المسؤولين يتفاهموا الوضع ديالي، يشوفوا العقد ديالي انه عقد واضح، والناس اللي كيعرفوا في القانون مزيان تيقول لي خصك تخلص. لا يقال انني ما تخلصش في الكونترا بغض النظر على المشكل الطبي والخطا الطبي والشيء اللي وقع لي في المسار الكروي ديالي، كنحمد الله وكنشكره عليه. بالنسبه للجمهور فرقه الجبهه الوطنيه، حيت عندي بزاف الناس من جمهور الجبهه الوطنيه، صحابي ديال بصح، عارفيني مزيان وعارفين الاخلاق ديالي. ماشي من الناس اللي كنبغي المهرجان ولا كنبغي الميديا، ولا حتى ملي كنت في القمه ديالي ما كنتش كنخرج من الميديا بزاف، لان هذا الشيء ما جا حتى لهذا. علاش ما كانش يعني في اوج العطاء ديال هشام، اللي ربما ديك الساعه كان التعاطف ديال الجمهور كانت بزاف الامور، يعني هشام كان خلف الاضواء، خلف كان بعيد بزاف على الكاميرا. علاش بالضبط غيجي هشام في هذه الفتره وغيدير هذه المسائل؟ بالنسبه للاضواء ما كنتش كنبغي الاضواء، الاضواء كانت كتسلط عليا مباشره، لانه المستوى اللي كنت كنعطي. اما باش نبقى نمشي للاذاعه هذه ونمشي للتلفازه هذه ونبان هنا، ما هذيك المساله انا ما كنحبدهاش. بالنسبه لهذا كيفاش خرج في هذه الوقيته بالذات، حيت كل دعوه للمحكمه ويلا خرج الحكم. لو كان خرج الحكم قبل هذه الشهر كنت غندير فيديو قبل هذه الشهر، كل خرج قبل هذه العام غندير فيديو قبل هذه العام. انا هنا في الناس اللي ما فهموش تيقولوا بان هشام محذوفي واش واخد شي حاجه من عند شي جهه واحده اخرى ولا فريق اخر، وناض في هذا الوقيته بالضبط اللي الفريق الرجاء البيضاوي كيعاني مشاكل. اقسم بالله بانني انا المشاكل ديال الرجاء ما كنتش عارفها كلها، حسب الناس يقولوا وانت في هذا الوقيته اللي الرجاء عمر مشاكل، بديت كنقلب في الميديا على مشاكل الرجاء، عاد بديت كنفهم مشاكل الرجاء، لانني بعدت واحد شويه على بعدت شويه على المجال ديال الكره، وحاولت نتفرغ لعده اشياء اخرى. اللي بغيت نقول لجمهور الرجاء البيضاوي، انا كنطالب غير بالمستحقات ديالي، ما باغي لا فتنه لا ما بين جمهور الرجاء ولا ما بين جمهور الوداد ولا حتى شي حاجه. انا باغي غير المستحقات ديالي، وكون خديت المستحقات ديالي ما نخرج كاع للميديا بتاتا. سي هشام محذوفي، وصلنا معك لنهاية فقرة ضيف الحلقة من برنامج للرياضة في نصيب. كنشكرك بزاف لأنك لبيتي الدعوة ديال البرنامج، ولأنك صادفتينا هنايا وتحدثنا معك، يعني فتحتي لنا البيت ديالك والصدر ديالك المشاهدي قناة الحقيقة. شكرا بزاف سي هشام محذوفي. شكرا لكم حسن توما، ومرحبا بكم في أي وقت، والله يوفقكم في هذا البرنامج إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة ضيف الحلقة. بعد لحظات غنخليكم مع فقرة تحت المجهر، ابقوا معنا. سي هشام، تحدث لنا على المشكل كيفاش كان. بالنسبه للمشكل كان من 2000 وبالضبط من 2000 وفي لا سيزون 2011-2012. من بعد ما كانت لا بليسيور ديالي مع الرجاء في الموسم الاول، وبديت الموسم الثاني وما استطعتش انني نتريني مع الدراري عادي. نعم. يعني لا بليسيور ديالي كانت واصله لواحد لو ستاد اللي ما نقدرش نجري، ما كنتش عارف اشنو عندي بالضبط. نعم. والهضره اللي كانت كتقال لي على اساس انني غير مع الوقت راه غادي لا بليسيور راه غتحيد، وعلى العكس من ذلك ما هادشي كامل ما كانش. والهضره هذه كانت ديال الطبيب ديال الفريق الرجاء البيضاوي، وهادوك هادشي كان تبعات ديال الموسم كامل اللي كنت كنلعب وانا مقصح. نعم. كنلعب وانا كندير في الاباري اللي ما كنتش عارف بالمحتوى ديال داك المكون اللي في دوك الحقن اللي كانوا كيداروا ليا. ومن بعد ديك الوقيته جا عندي المكتب المسير باش نفسخ العقد. نعم. وهذه لا يعقل في كره القدم، ولا انساني حتى انسانيا لاعب تيكون معاك وكيتبليسا ومن بعد شي تقول له غنريزيليو لو كونطرا، ما حتى شي واحد ما يقبلها. وبالفعل ما قبلتش، وبقيت نخدم باحترافيه، يعني كنداوي رجلي على اساس انني نبرا وتنحضر لي زونترينمون ديالي. ولكن وصلت لواحد كيبان لي واحد الباب مسدود، اضطريت انني نقلب على راسي بوحدي ونمشي لفرنسا،
وبالفعل مشيت لفرنسا من جيبي الخاص، وفريق رجاء البيضاء والمسيرين ديالو ما تكلفوا لا بوراق لا بفيزا لا برونديفو ديال الطبيب الفرنسي لا حتى شي حاجه. تكلفت انا بكل شيء ومشيت. هاد الفتره كان العقد ساري مع فريق رجاء البيضاء، العقد ساري كنت في الموسم الثاني، وكان عندي انا العقد فيه غير موسمين. الموسم الاول كان فات، الموسم الثاني هو اللي ما لعبتوش، نظرا لانني ضيعت فيه تقريبا واحد 4 ديال الاشهر في الاول. من بعد عاد مشيت لفرنسا. ملي درت العمليه ما بين ريديوكاسيون وما بين نرجع، كان الموسم سالا وسالت مع الكونترا. وفي هذيك الوقيته في هذه الوقيته كامله قبل العمليه ومن بعد العمليه كنطالب بالمستحقات ديالي اللي عندي في العقد. واللي هذا الشيء اللي كنا مفاهم عليه مع بحضور كريم بلاق اللي كان ديك الساعه وكيل الاعمال ديالي، وبحضور حناس وابراهيمي وجواد لامين اللي مفاهمين على اساس انا ناخذ المستحقات ديالي. ملي بديت كنطالب المستحقات ديالي، فاذا بهم تيقولوا لي الا ما لعبتيش راه ما غاديش تاخذ هذوك الفلوس، لانهم كيوليو روندمون مباشره. وهذه هذا القانون هذا اللي تيقول لك كيولي الكونترا كتولي روندمون الا ما لعبتيش. هذه القانون ما عمرني شفتو. والكونترا ديالي رانا حطيت عاد الناس اللي تيعرفوا في القانون، خبراء في القانون لا في المغرب ولا في خارج المغرب، ديزاجون اللي كيعرفوا في القانون مزيان. وكلهم اكدوا لي بانني خصني نتخلص في الكونترا ديالي. وبقيت كنطالب. غادي نقول لك كنتمنى المسؤولين انهم يتعاملوا بانسانيه مع الملف ديالي، وانهم ينصفوني قدر المستطاع. سي هشام المحذوفي، يعني بغيت نسولك يعني شخصيا، من بعد ما نزل الشريط ديال الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي خصوصا في الصفحه ديالك نتايا، كيفاش تلقيتي يعني رده الفعل الجمهور الرجاوي اللي ربما يعني اختلفت؟ انا شخصيا يعني قريت بعض التعليقات اختلفت ما بين هناك من اتهم هشام المحذوفي بمحاوله البحث عن الاضواء، هناك من اتهم هشام المحذوفي بالكذب، وهناك من تعاطف مع الحاله ديال هشام المحذوفي. يعني كيفاش تلقيتي هذه الامور هذه؟ انا هادشي كنت متوقعه، كنت عارف كاين شي ناس اللي غيتهموني بزاف الحوايج. كنت عارف بان كاين الناس اللي غيسبوني ديريكتومون، وفي التعليق على الفيديو اللي درت في لاباج ديالي في فيسبوك قلت لهم كنتمنى ما يكونوش ردود فعل خايبه. وانا كنت متوقع هذه المساله هذه وتقبلتها بصدر رحب. انا ربي بوحدو اللي عالم بهذا لو كونطرا، بالاضافه لهاد الناس اللي كانوا جالسين معايا. الا كانوا تيخافوا من الله سبحانه وتعالى ويقدروا يواجهوني، انا مستعد نواجههم قدام كاع الناس. والا ما تواجهناش هنا في الدنيا غنتواجهوا ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لهاد الردود هذه تقبلتها كيف كنت بصدر رحب. وكاين الناس بزاف اللي تعاطفوا معايا، وكاين الناس بزاف اللي قالوا انت جيتي في هذه الوقيته واش مدفوع من شي جهه. انا ما مدفوع من حتى شي جهه وما عنديش علاقات بزاف في كره القدم، وكنت بعيد على المجال، غير كنت كنتسنى الحكم ديال المحكمه. ملي خرج في هذه الوقيته راني خرج في هذه الوقيته، وما كنت عارف كاع انا اصلا هذه المشاكل اللي كتخبط فيهم فريق رجاء البيضاوي. ولكن انا درت فريق رجاء البيضاوي ما خديتش المستحقات ديالي. جا الوقت اللي كان طالب فيه المستحقات ديالي امام العالم، من بعد ما كنت كنطالب به غير وديا غير مراسلات ولا مع الجامعه ولا مع المحكمه. ولكن ملي ما تمش الانصاف ديالي حاولت نبين الظروف اللي وقعت ليا في هذا العقد هذا، ومن بعد التاثير على المسار ديالي الكروي. لانه كما ذكرت في الفيديو توقفت كما كيبان ليا انا توقفت على 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 توقف المسار الكروي ديالي يعني بكري بواحد عامين وثلاث سنين. كاينين دابا لاعبين اللي كبر مني وباقيين كيعطيو، وانا كنت باقي نعطي لولا هاد الاصابه ولولا التوقف ديالي من بعد ولولا الجلوس ديالي على كرسي حسيت مع فريق طفال الحسين الجديد. بالفعل الاصابه هادشي كامل كان سبب انني ما نلقاش فريق من بعد اللي تيق في المؤهلات ديالي، وكان سبب ديما ديال اي مسير تيقول لي بانك راك كنتي بلاسي في الركبه وحنا خايفين وهذا. المهم انا هاد لا بليسيور هي اللي كان عندها التاثير، وقدر الله ما شاء فعل، وانا وقفت على المسار الكروي ديالي وما كاين حتى شي مشكل بالنسبه ليا. انما المشكل الكبير هو المستحقات ديالي اللي باقين عند فريق رجاء البيضاء. يعني حق هشام المحذوفي خصو ياخذو، هذا اللي كاين، وقال لك ماذا حق وراء طالب. بالفعل نعم. سي هشام المحذوفي شكرا بزاف على تلبيتك الدعوه او على استقبالك لينا هنا في المنزل ديالك والحديث ديالك يعني على المشكل ديالك اللي ربما اثار زوبعه داخل الوسط الرياضي هنا في المغرب، واثار ضجه كبيره كما قلت. كنتمنى يعني ان الجهات المسؤوله انها تنصف هشام المحذوفي، وانه هشام المحذوفي اذا كان عنده شي حق ان شاء الله ياخذه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي كنتمناه. فتحيه ليك وشكرا بزاف لانك لبيتي الدعوه. شكرا لكم. احسن لكم.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الافاضل. كيف سبق ودونك وحنا كنخصين هاد الفقره للصحه والعلاقه ديالها مع الرياضه، وسبق وتحدثنا دونك على الفوائد ديال الرياضه على الجسم وكذلك شي اضرار ديالها، زائد اننا هضرنا على مجموعه من الرياضات الجماعيه، دونك الرياضات الشعبيه والعالميه المعروفه ككره السله وكره القدم. وبطبيعه الحال ملي كنهضروا على رياضات كنهضروا على منافسات وغنهضروا على اصابات، وبالتالي ملي غنهضروا على اصابات خصنا نهضروا على الطب الرياضي وعلاقته وكيفاش كيعالج هاد الاصابات. الطب الرياضي بمعنى يعني اساسي هو الطب كنقولوا وقائي بريفنتيف، يعني كيأهل لنا كيدير لنا الاعداد وتاهيل وتطوير القدرات ديال الرياضيين، وكذلك لتسهيل تشخيص الحاله والحمايه ديالها من مختلف الاصابات اللي كيتعرض لها بطبيعه الحال خلال المنافسات. دونك الاصابات كيكون عندها يعني مجموعه من الاسباب، دونك او شنو هي هاد الاصابات. قبل ما نهضروا على الاسباب ديال هاد الاصابات هادي، نعرفوا شنو هما هاد مختلف الاصابات اللي قدر يتعرضوا ليها الرياضيين او اللي كيمارسوا نشاط بدني مختلف. اول حاجه نهضروا على المؤثر اللي هو كيكون يعني خارجي كصدمه، كنكونوا كنشوفوا مثلا يعني واحد ماتش ولا كنشوفوا شي مكان بقاو انا داك اللاعب كيكون مثلا في اوج العطاء ديالو تاع حد كنتسموها صدمه. كيكون عندنا عاوتاني واحد السبب اخر او نوع اخر من الاصابات كهو اصابه يعني كتكون داخليه، يعني عندها علاقه بالجسم الداخلي كنقص في السوائل كنسموه حنا بزيد غطاء السعر، كتكون سائل الحمض لاكتيك اللي كيسبب لنا يعني في تشنجات عديده، وكذلك كتكون يعني عندها يعني مختلف ديال التاثيرات. الاصابه كتكون اما في جزء يعني جزء من اجزاء الجسم بطبيعه الحال، وتقدر تكون اصابه يعني مؤقته او كتكون دائمه، يعني فتره مؤقته او يقدر الانسان يتصاب بها لمده طويله. هاد الاصابات هذه اللي كيتصاب بهم هاد اللاعبين او الرياضيين كيكون عندهم يعني واحد الاسباب. شنو هما هاد الاسباب؟ اولا كنهضروا على منافسات بطبيعه الحال، غنهضروا على ملاعب، يعني دوك الملاعب بطبيعه الحال ارضيه ديال الملعب، واش هي ارضيه طبيعيه واش تراب واش حنا ارتيفيسيال، يعني الارضيه كتلعب دور كبير يعني في اللياقه كذلك في اللاعب وكذلك في تعريض هذاك اللاعب للاصابه. نهضروا على القاعات، يعني كيكون عندنا قاعات مغطاه داخليه او خارجيه، يعني الجو او الطقس اللي كيلعب اللي كتجرى فيه هذه المنافسات، واش الشتاء واش الصيف الى غير ذلك. التوقيت، واش كيلعبوا في الصباح ولا كيلعبوا في المساء كذلك، يعني واش هذوك اللاعبين يعني كيتقينا واحد التغذيه اللي هي سليمه ولا ما كاينش تغذيه سليمه، واش كاين كيديروا يعني مجموعه من التاثيرات كالتدخين او الكحوليات او السهر، الاجهاد والارهاق يعني النفسي قبل ما يدخلوا يعني اولا الثماري اللي كتكون مجهده. طبيعه الحال ان هذه الاصابات السبب الرئيسي ديالها هو التمرين اللي كيكون يعني خاطئ ولا فيه واحد الاجهاد مفرط على الذات، فبالتالي كيقول لك لا كثره الانشطه لا غادي نكتسب لياقه بدنيه، لا بالعكس خاص داك يعني داك التمرين اللي غادي يقوموا به يكون يعني تابع واحد النظام. لهذا كنديروا حنا هاد الطاقم الطبي او هاد الطاقم اللي كيكون لينا مع الفريق ديالنا كيف ما كان، اللي كيشرح ليه القواعد وبالتالي كيشرح ليه حتى الاجزاء ديال الجسم ديالو وشنو هما الاجزاء اللي تيكونوا اكثر عرضه للاصابه. كل ما عرفنا الجزء الاكثر عرضه للاصابه كل ما تجنبنا يعني اننا نوقعوا في اصابات بحال هذا الشكل، كيقدر يكون مؤثر نفسي كذلك هو كيلعب دور كبير يعني في الاصابات. فبالتالي ملي حنا كنتعرضوا لهاد الاصابات هادي ضروري كتكون واحد الاسعافات يعني اسعافات اوليه، كذلك نسينا نهضروا على واحد المسبب عاوتاني اللي هو رئيسي، هو ما كيكونش واحد الفحص طبي، يعني كيقدروا يكون ما كاينش واحد الفريق اللي غادي يفحصهم ولا ما كيكونش واحد الفحص دوري، ولا حتى هذاك الرياضه يعني ما كيكونش واحد التمارين اللي هما كنديروا حنا كوتيديان، يعني واحد التمارين اللي هي منضبطه وبطريقه منتظمه، يقدر مثلا ما يتمرنش لمده طويله ويجي ويلعب، فبالتالي كيكون عرضه اكثر للاصابات. دونك حنا ملي كنقولوا كيتصاب لينا هاد اللاعبين او هاد الرياضيين كيتصابوا، فبالتالي كيكونوا حنا عندنا مجموعه من الاسعافات، اسعافات اوليه، هذه اسعافات ضروريه كتكون، يعني كتكون يا اما عن طريق وضع الثلج او يعني الماء البارد او يعني ماده كيميائيه كالكول او الى غير ذلك.
فهادو كيكون اسعافات على مكان وضع خشبه مع عدم تحريك يعني اللاعبين. هادشي كلشي كنشوفوه حنايا بالاعين ديالنا الا كانت وقعت هكا اصابه اللي كتكون مباشره ومفاجئه اثناء مزاولات اللعب ولا اثناء المنافسات. فبالتالي كيكونوا هاد الاجراءات الاوليه. من بعد كيكونوا عندنا واحد الاجراءات او يعني اسعافات اللي كتسمى سريريه. فهاد الاسعافات السريريه اللي كيدخل فيها يعني الفحص اللي كيكون هو يعني سريري كنقولوا حنا سيمبتوماتيك كنشوفوا الحاله ديالو كيفاش دايره الاصابه فين كاينه عاد كنتوجهوا لمجموعه من التحاليل والفحوصات الى غير ذلك باش نشوف باش نساعدو في العلاج باقرب فرصه وما يتعرضش يعني للاصابه او اهمال يعني طبي اللي كعندو واحد الاثار جسيمه على الصحه. بطبيعه الحال فاول حاجه كنشوفو النبض ديال اثناء اللي كنشوفو النبض لا فريكونس كاردياك كنشوفو بؤبؤ العين حتى هو كنشوفو الجلد اللون ديالو واش تغير اولا. يعني هذه مجموعه من الاشياء اللي كنديروها يعني في المكان اللي كتوقع فيه الاصابه قبل ما ينقل يعني داك اللاعب او داك الرياضي الى يعني المستشفى او غير ذلك اللي اخذ العلاج ديالو كما يرى. نقول ان انت كيكون يعني مشكل عند هذا اللاعب اللي يقدر يعني يوقع عليه واحد الاهمال طبي، والاهمال الطبي هو اننا ما كيكونش عندنا فريق يعني كيكون هذاك يعني داك المسيرين او الاداريين ما كيكونش عندهم واحد الطاقه ما كيكونش عندهم واحد التوعيه ما كيديروش دورات تدريبيه لهذاك يعني اللاعبين ديالهم فبالتالي كيهملوهم يعني يقدر يتصاب وما يبقى يعني لساعات عديده او ما توقعش ليه يعني اي يعني اسعافات اوليه الى غير ذلك فقدر يبقى عنده واحد العاهه اللي تقدر تكون مستديمه وقدر يوقع له عاوتاني واحد التلف في الاعضاء ديال الجسم ديالو الى غير ذلك. ولكن كيقدر عاوتاني اللي كيكون عندهم اطباء وكيكون عندهم فريق ولكن كيبغيو هما يطبقوا القوانين ديالهم يعني يقدر ان اللاعب انه غير مؤهل انه يخوض مثلا مباراه ثانيه يقولوا لا انا هذاك صافي راه تشافى لهذا لان الا ما كانش واحد الشفاء تام من الاصابه وداك الرياضي يعني قطع لواحد الفتره ديال النقاهه نقول فتره بيولوجيه يرتاح فيها ويعني وترجع ليه النشاط ديالو عادي فبالتالي ولا رجع غتصاب نفس البلاصه يعني نفس المكان اللي وقع فيه يعني هذاك الالم غادي يعاود توقع الاصابه ويحفظ تقدر تطور لامراض جسيمه الى غير يعني هذا الشيء كيدخل حتى في التسيير وفي التنظيم ديال هذوك الناس اللي مكلفين بصحه الرياضيين. لهذا فانا كنرجو من جميع الناس اللي كيشجعوا لان هذوك راه هم واحد ثروه كيف ما كنقولوا حنا هما منتقين هما من بين مجموعه من الشباب يعني هما باغيين يعطيو يعني واحد بشكل كبير باغيين يفرحوا يعني الناس كيقوموا بالعمل ديالهم حتى هما. لهذا خصنا نهتموا بهم نعطيوهم الفرصه ديالهم نديوها في صحتهم يعني يكون واحد يعني فحص يكون دوري قبل ما ننزلوا الملعب حتى الملعب التجهيزات يكونوا مزيانين الاحذيه الرياضيه يكونوا مزيانه الملابس الى غير ذلك. وهذا بطبيعه الحال الا اهتمينا بهم فبالتالي غنهتموا بالرياضه بشكل يعني عام وغنهتموا حتى بتطوير يعني الرياضات في بلادنا. وبطبيعه الحال ملي كيكون واحد التطوير ديال الرياضه راه كنشوفوا حنا في العالم رياضه العالم كيفاش كتكون حنا واقع كذلك كتمنينا اننا اللعابه ديالنا وتمنينا اننا الرياضيين ديالنا والرياضه ديالنا تطور وتكون حتى هي ترتقي لمراتب كبيره عالميه. Surprised when he turned round and saw him there. Bassio really thumped it there between. This is Jury! Not an unreasonable crack and not too very far away. He wasn't too far away from a good distance as well. Collins for McNamara. Came to Collins again. And now Burley. Burley with a shooting chance!
goalkeeper made himself big. That was almost a similar chance to the one that Bazaar scored with at the other end. But he hit it straight at the goalkeeper rather than the gap between it. Asir, Hadji, had her through the middle. He's taken a yard away from Weir. He's got a chance. And Leighton's got a touch. But he hasn't kept it out. And he might just have been watching Scotland go out of the World Cup. It's Abdeljalil Hadda. Again, it was a long ball played over the top. Weir is beat for pace. The goalkeeper parries it up in there. And it drops down. And it's all very comical when you see it like that in slow motion, isn't it? That is. Well, we are getting desperate now. Colin Henry's trying shots from 50 yards. Basir brought to earth by Burley. And it's a relief to see that the card he's brought out is a yellow one. Yeah. It's a red one. And Craig Burley, for that foul on Basir, has turned Scotland's task from almost impossible to short, not to be too one-eyed. Morocco have done especially well. Hadda. Basir. He's got away from one. It's Basir's shot. It's 3-0. The salt in Scottish wounds is well and truly rubbed in now. This is Moroccan pride and Moroccan progress. مشاهدينا الكرام، على ايقاعات فقره من الويب غنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهار اليوم. اكيد انه مرحبا بجميع اقتراحاتكم، مرحبا بانتقاداتكم ايضا لما لا، واكيد هذا كله على صفحه البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك www.facebook.com/رياضه نصيب. اذا مشاهدينا الكرام، بقى لنا غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في رؤوسكم الى الحلقه المقبله.